Thank you.
يصوروني على الفيديو بس صحفيين ما عادش عندنا شباب بيصوروني يقوموا يصوروني ويصوروني بالكاميرات لا لا خليها هي شوي يومي النجمة Yeah.
اوكي يلا تفضل انت موجود يلا انت المكتب تبع المركز انت اكيد هيدا لاحظته انا Gracias.
جدوها مثلا دخلت العالية بيزيد خليلي لكن وضع حتى المحنة بس أنا المحنة لك تخيل اني قديش عنده قدرات عقليه مش قادر يعبر عنها الا بالكتابه حتى ايده ما بيقدر يتحكم كل شيء لا بيكتب لي انه بحبك كثير وبتتعرف عليه وبزعل وبدك تخليني اشوف عاصي وشوف راغب اخذته صوروا وياهم كثير بينبسط ولما رحت نشوفه فاجأت انه ما بيكتب انه بس بيعبر تاني بيكتب لي هو فخاره على الابيض هاي حالات Thank you.
Thank you very much. And now we have a special song that I want. Before you sing, a special song from the children, special dedication, special song. Inside in the rural area, really we hear her song, we listen to her song. Inside the rural area.
Thank you. Thank you. Big thank you. شكرا سبا. فأكيد كل الناس اللي بيحطوا بيكونوا بمراكز المسؤولين بيكونوا مثله بيسعوا دائما للبناء وللتطوير. بالعكس هذا شهادة إلى ما شاء الله أسبق، يعني أنا أعتبر لبنان أسبق في مجال الإعاقة والاهتمامات. يمكن إحنا الإمارات جينا متأخرة شوية بس نتعلم من الأخرى، يعني اللي درسونا واللي علمونا كانوا الجنسيات الأخرى، يعني يمكن في المدارس مدرسين لبنانيين مصريين فلسطينيين تعلمنا منهم. فأكيد يعني من هالتعليم بس أجدتوا التنفيذ، يعني برافو عليك والله، وشرفتينا ونورتينا. شكرا. أنا بتشرف فيك مثل ما يقولون يو ميد ذا شوجر داي، يعني أنت فعلا يعني حسيتي بيهم. يمكن هم بيشاركوك أنا بدي أتشكركم طبعاً لأنه وكبتوا هالشيء. أكيد الصحافة الإعلاميين المصورين الكل عن جد thank you، يعطيكم ألف عافية على طول. إذا حدا عم يمشي هيك سؤال كل زميلي بنزم على يعني سؤالين. أنا مش عايزة ميك اب. هيك هلا هي وظاهرة أستاذة بحكي معها. طيب يلا كرمال قاعدين تفضلوا.